موضوع كان البشائر إن شاء الله تتوالى. يا الله. يمكن الآن ما عندنا وقت حتى نتحدث عن كل التفاصيل، بس بالمختصر يعني على عجالة. أولا حتى يعرف الإخوة أنه برنامجي اليومي شنو، يعني أنا مشغول بأي شيء، وأنا من من الثامنة والنصف صباحا. نعم. يبدأ العمل على النسخة الفرنسية المدبلجة. يطول المدبلجة. الله يعينكم شيخنا الغالي. الله يعيننا صراحة. البارحة مثلا في ميزان طال العمل 12 ساعة في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. نعم. بالليل أو قبل المغرب، ومن بعدها هم يعني بس خلصنا هذا شوي ارتحنا، كان عندنا اجتماع آخر على كان. نعم. ربع ساعة قبل الصلاة. نعم. وبعدين كملنا بعد الصلاة ساعة 10:30 تقريبا، كملنا استمرينا إلى الساعة 2:45 بالليل. في ميزان حسناتكم يعني ما هنيئاً صراحة إلكم. حتى ما نمت أنا إلا 3:30 تقريبا. هنيئا لكم هذا الأجر يعني. لكن سبحان الله لما شوفوا نعمة لآل محمد عليه الله السلام تأتينا قوة يعني. أكيد. الآن جاي أشوف هاي النسخة الفرنسية جاي شوي شوي يعني تتبلور وتختمر يعني إيه شوي شوي مع الدبلجة المستمرة كذا. جاي أقول لنفسي اليوم جاي أقول هاي طلعت الفرنسية سهلة يعني سهلة دبلجة أي شيء، بس حول الراء إلى غين يصير فرنسي. يصير فرنسي. ويقول له يا حليلهم يطلعون يقول لك بالفيلم هيجي يقولون أبو بكر عند أمار. هاي شكل يقولون صار فرنسي. صار فرنسي. ف الحمد لله يعني مثل ما توقعنا تقريبا يعني ان شاء الله في غضون شهرين نعم تكون النسخه المدبلجه الفرنسيه من الفيلم مكتمله ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ربما اقل من ذلك ان شاء الله تعالى. اما مهرجان كان فالبارحه صراحه كان عندنا اجتماع مطول، هذا اللي طول الى الساعه 2:45 بالليل بعد منتصف نعم. الليل تقريبا حول هذا الموضوع، لأنه وصلتنا موافقات مبدئية من بعض الشخصيات الإعلامية اللي تعتبر من الصف الأول أو الطراز الأول يا الله في عالم الإعلام الغربي. ما شاء الله. آه الشاعة تبشر بخير. جدا صعب أن يقبلون هؤلاء، وخاصة لمشروع فيلم جديد ومن جهة دينية. نعم. أن يأتوا ويتولوا أمر المؤتمر الصحفي في الذي أو المؤتمر الصحفي الذي سيقام في مهرجان كان حول هذا الفيلم، ويكون هو المدير للجلسة الحوارية فيه. نعم. ليش طبعا جدا صعب؟ لأنه شوفوا إخواني مثلا إذا تذكرون في خطاب النصر قلنا نحن بحاجة إلى ميزانية اتحادية ترصد لأغراض متعددة، 3 أشياء إحنا ذكرناها اللي هي تسديد الديون اللي موجودة والدبلجات والترجمات للفيلم وقضية الدعاية والإعلان. الآن بحسب ما تم التوصل إليه فأعظم دعاية وإعلان للفيلم بحيث يجري على كل لسان بعد ذلك كل الدنيا تعرف به، أن تختار أعظم مهرجان سينمائي في العالم تحضر به وتطرح به الفيلم، وأن الذي يمثلك أو يحضر كمدير للحلقة النقاشية التي تتحدث عن هذا الفيلم يكون شخصية مشهورة جدا في العالم. يعني شوفوا إذا جبنا هذه الشخصية تحدثت في هذا معناها كل وسائل الإعلام ستتداول أمر هذا الفيلم، لأنه هذا الشخص مرصود، هذا مشهور جدا. نعم. يعتبر من الصف الأول من الإعلاميين المحركين للرأي العام. فبصراحة الحمد لله تمت الموافقة يعني المبدئية، ولكن الأجور جدا عالية، يعني زادت الأجور عما كنا نتوقع. نعم. وقلنا هذا أمر طبيعي لأنه هذا اسمه مجرد اسمه أن يكون في هذا يعني المشروع يعني الكثير. نعم. يعني أن كل وسائل الإعلام تتحدث أنه الفيلم أصلا يجري على كل لسان، لأن الناس بطبيعتها تتبع أخباره، هذا كل 7 ساعات 8 ساعات يجي خبر جديد عنه حتى. نعم. لما يكتب مجرد تغريدة كذا. نعم. يعني شخصية جدا مهمة مشهورة. نعم. فهذا تفاعل
وتفاعل مع موضوع الفيلم جدا وقبل بحمد الله. المهم فشخصية يعني شخصية مطلوبة. نعم. مع ذلك يجي عرض من مؤسسة إعلامية عريقة في بلاد الغرب يرفض يضع شروط يعني شبه تعجيزية يعني، فأن يقبل عرضنا نحن يعني بصراحة هذا إنجاز. زين زادت التكلفة بسبب ذلك، ميزانيتنا كانت مقدرة لمهرجان كان تقريبا 70,000 زادت إلى أكثر من 100,000 بسبب هاي المصاريف المستجدة. قول ما شاء الله ما شاء الله، وربما تزداد أكثر ومو مشكلة للزهراء عليه السلام، كل جايين المتبرعين بالطريق إن شاء الله. فأملنا أنه من المؤمنين الكرام أنه أيضا يساعدونا في هذه ما يقصرون إن شاء الله الخطوات الأخيرة. نعم ما يقصرون حتى ندخل كما قلنا بثقل في هذا المهرجان العظيم. يعني مو حلو أنه واحد يدخل بهذا. بصراحة كان نقاش مطول البارحة إلى الساعة 2 إلى 4. لماذا؟ لأنه كنا نتدارس مع فريق يعني العمل الفيلم فريق العمل أنه هل هذا يسوى لو ما يسوى. شفتوا يعني يسوى المبلغ بعد تداول الآراء وبعد ما رصدنا أكثر وأيضا بعض الاستشارات مع يعني الشخصية المسؤولة عن هذا الجانب اللي هي متكفلة بأمور يعني الدعاية الإعلان أو الترويج لهذا الفيلم. متعاقدين احنا قلنا مع شركة أمريكية قوية نعم. في هذا الجانب شركة علاقات عامة. تبين أنه يسوى وأكثر مما يسوى بعد. يعني أصلا يمكن لو طالب دبل هذا المبلغ كان يمكن همات يسوى بالنسبة لأنه إذا ننظر لبعيد. نعم. يعني أيهما أولى سؤال، أنه احنا نجي ننصب بوسترات مثلا في بعض الساحات بالعواصم الغربية مع أنه إن شاء الله راح نسوي هذا الشيء أو نعم. لوحات حول الفيلم وممكن يشوفها شريحة من الناس مع أنه هم كثير من الناس يسوقون سيارة كذا بعد ما يركز من كثرة التدري المشاغل مال يعني مركز بدربة ما يشوف الإعلانات نعم. الكثيرة كذا. وهذا بالنتيجة إعلان صامت يكون هو لوحة مكتوب The Lady of Heaven مدري شنو Coming Soon مدري شنو فيلم ما مو مشكلة فيلم من الأفلام. بس فرق من يجي واحد متابع من ملايين مو ملايين يمكن مئات الملايين من البشر في العالم الغربي كله يعني في أمريكا وأوروبا ويعني شخصية ماكو واحد أي واحد سأله بالشارع تعرف فلان فلان يقول يعرفه شو ما أعرفه هذه شخصية مثل لاري كينج. سامع بلاري كينج؟ أي نعم معروف مثلا طبعًا. أي شكل يعني من هالطبقة خلينا نعتبره فشلون ما أعرفه هذا إذا يقح كل الناس تعرف انه يقح فلوس يعني يعرفون كل تفاصيله نعم. وهذا يسوي لك هذا يوفر عليك كل هاي الدعايات بالاف يعني المرات والمراحل نعم. لانه انت شنو تريد؟ انت تريد الفيلم يعرف على مستوى عالمي تتحدث عنه كل وسائل الاعلام يتحدث عنه الجمهور اللي يتابع السينما ومشاكل والناس عموما هذا يكتب له تغريده واحده كل شيء كله ينعرف يعني. فشلون اذا يحضر بشخصه يتكلم عن وجود المادي ويتكلم عن الفيلم ويدير النقاش ويصير شرح لماهية الفيلم وشنو يعني السيدة الزهراء عليه السلام سيدة الجنة وشنو قصتها وشون سووا هذا الفيلم ما وراء الكواليس وينعرض هذا كله ووسائل الإعلام تكون موجودة ومهرجان كان عمق دار عقر دار السينما يعني العالمية يعني هذا اختراق فعلا. هذا اختراق. كانوا قبل هم يجون عندنا بلادنا استعمار احنا الان احنا جاي نستعمرهم احنا جاي نطب عندهم نوصل كانوا يوصلون قبل ثقافتهم لنا الان احنا جاي نوصل ثقافتنا لهم. حسنتم شيخنا عرفت شلون اي فشيء جدا عظيم هذا هاي الشيء تفرح الحمد لله. جمهورنا الكريم هذا الجمهور المعطاء مدرك لأهمية هذه الأشياء لذلك احنا نتوقع المزيد. احنا كما قلنا شفافون دائما يعني نحب نتحدث بصراحة عما وصل إليه الفيلم وكل خطوة نخطوها نعم. والناس جاي تشوف الثمار الآن والآثار. فيلمنا حقق الأرقام القياسية قبل عرضه في الرياكشنز. فيلمنا تحدثت عنه في الصحافة ووسائل الإعلام الغربية من أمريكا وكندا وبريطانيا وش اسمها ألمانيا وبلجيكا وفرنسا أستراليا وكندا يعني دول كندا الهند حتى الهند نشروا عن الفيلم يعني صاير له رواج. بقيت الآن هذه يعني الخطوة المهمة أنه نعم. كسائر الأفلام العالمية أنه الفيلم لازم أول ما يطرح رسميا في مهرجانات عالمية
أقوى هذه المهرجانات هو مهرجان كان اللي راح يكون في 6/7 يعني نعم. بعد أقل من شهر. نعم. نجحنا بحمد الله أنه حصلنا موافقة على المشاركة، وراح تكون عندنا 3 فعاليات في هذا المهرجان. الفعالية الأولى هي فعالية ما يسمى البانل اللي هو هذا المؤتمر. نعم. وهذا حتى ينجح نعم. وما يكون خالي وتكون كل وسائل الإعلام حاضرة ومتسابقة على حضوره، لازم تحضر لك شخصية مشهورة جدا إعلامية أو سينمائية، هذا إعلامي سينمائي طبعا أيضا نعم. في الوقت ذاته تكون حاضرة حتى اسمها وسمعتها وشهرتها تجلب كل هذه الأضواء وكل هذا الاهتمام. نعم. هذول لهم سعرهم مثل ما يقولون. فهذا الأمر الأول، شيء جدا عظيم هذا راح يكون، لأن راح يكون بنقاش حول الفيلم، قصة الفيلم، كيفية إنتاج الفيلم، عرض ما وراء الكواليس إلى ما هنالك. الأمر الثاني راح يكون عندنا أمسية تسمى بأمسية فرش السجادة الحمراء. نعم. لكبار الشخصيات، يحضرون كبار الشخصيات الصناع والمشتغلين بعالم السينما يحضرون لهذه الأمسية، ويصير حديث حول الفيلم كذلك، ويعطون مثلا بعض يعني المنشورات أو الليفلتس أو ما شاكل، يعني هذه الأشياء اللي تتحدث عن الفيلم لبناء علاقات صحيحة تكون في صالح هذا الفيلم، وأيضا هذا يسبب شهرة عالمية أكثر لهذا نعم. الفيلم. والأمر الثالث المحوري واللي على ضوءه يتم تحديد متى يعرض الفيلم في دور السينما العالمية إن شاء الله، هو هذا الأمر، أنه نجحنا بحمد الله بحجز ليلتين في السينما في كان التي تكون لكبار الموزعين العالمين، وسيعرض فيلمنا بأكمله 2:45 تقريبا بأكمله، يعرض للمرة الأولى بالتاريخ، وسيسجل أنه فيلم سيدة الجنة عليه السلام عرض لأول مرة بالتاريخ في مهرجان كان السينما. ما شاء الله، اللهم صل على. فهؤلاء كبار الموزعين اللي جايين من كل نقاط العالم، من أقطار العالم، حتى يشوفون شنو الجديد في عالم الأفلام ويقدمون طلباتهم لشراء الفيلم. نعم. شراء حقوقه، يعني شراء حقوق عرضه. نعم. نعم، عرضه في بلدانهم، في دور نعم. السينما التي لديهم في بلدانهم. هؤلاء سيكونون حاضرين، ونتفائل خير إن شاء الله أنهم بعد الله. ذلك يشوفون جودة الفيلم ومستوى اللي ماكو أحد حتى من النقاد بالمناسبة اللي شاف الفيلم إلا وشهد بأنه فيلم بأعلى المواصفات الهوليودية، وفيلم مؤثر جدا وناجح جدا بحمد الله. الحمد لله. فهؤلاء لما يحضرون يشوفون إن شاء الله الفيلم، نبدي التفاوض وياهم، نبدي نوقع العقود، تتحدد بعد المواعيد لعرض هذا الفيلم إن شاء الله، والنسخة الفرنسية على وشك الاكتمال إن شاء الله، وتعقبها إذا الله وفقنا النسخة بالأسباني يا الله لدول أمريكا اللاتينية وأسبانيا والمتحدثين بالأسبانية، وعندنا نسخة مترجمة باللغة العربية تمت بحمد الله. الحمد لله. هذه موجودة يعني ترجمة تحت، بحيث نعم حتى نعم ترجمة. العرب تدرون احنا الأفلام الأجنبية عادة في محيطنا العربي ربما يفضلون الترجمة أكثر من الدبلجة أحيانا، لأنه نعم. يشوفوا ربما يعني يعيشهم أجواء الفيلم أكثر. نعم. عموما لأنه الدبلجة العربية راح تكون أصعب بكثير. نعم. لأنه اللغة العربية تختلف عن اللغات الأجنبية. أكيد. مثلا المدة اللي يتكلم بها الممثل مثلا هذه العبارة بالإنجليزي 3-4 كلمات بالعربية تطلع أكثر مثلا. نعم. أو ربما أقصر يعني حسب، فأحيانا رح يصير عندنا صعوبة في الدبلجة، توافق بين نظر الوقت، ربما نحتاج إلى إعادة تصوير بعض المشاهد. نعم. حتى يصير أكو عندنا أو زيادة بين إعادة الكات مثل ما يقولون، يعني إعادة المونتاج. نعم. حتى يسع، لأنك تشوف أنت مثلا فيلم الرسالة نسخته الإنجليزية 1:30 ما أتذكر الآن 1:30 1:40 ما أتذكر. نعم. في حين النسخة العربية أطول. نعم. 2 تقريبا أو أكثر، لأنه تواجهنا هاي المشكلة، يعني لغة تماما مختلفة. نعم. فعموما هذه كلها مشاريع قادمة، يعني هذه كلها موجودة إن شاء الله. فإحنا وظيفتنا أن نعبر عن ما وصل إليه هذا المشروع العظيم الذي يعتبر أقوى مشروع عالمي غير مسبوق بالتاريخ في نصرة فاطمة الزهراء عليه السلام وإبراز ظلامتها. نعم. للعالم. نعم. أن وظيفتنا أن نحدث
المؤمنين نقول هذا منكم وإليكم، هذا مشروعكم وهذا وصل إلى هذه المرحلة، واللي يقدر الآن أن يكمل ويانا ويستمر بالدعم ويستمر بالتبرع حتى نتم أمرنا في كان ونطلع بهذه العظمة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. فإحنا ندري ما راح يقصرون إن شاء الله تعالى.